السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وفي كور جديد ديال سلسلة تعلم لا كونجوغيزون من الصفر. دونك كيف ما سبق في الفيديو ديال لا كونجوغيزون خدمنا دونك تعرفنا على لو طون دو بريزون. دونك الفيديو ديال اليوم غادي نخصوه ان شاء الله le temps du passé composé. Donc le passé composé est un temps, يعني هو الزمن. D'accord. Donc nous voyons ce يعني بعد هذا le passé composé. Donc لاحظوا معايا le passé هو الماضي, اذا زمن الماضي, وزمن الماضي هي الاحداث اللي وقعت في الماضي وسالت, فهمنا؟ Donc le passé هو الماضي. Donc, من بين الأزمنة اللي كنعرفو أو لا لي طون اللي كنعرفو عندنا لو بريزون, لو فوتور, لامبارفي أو لو باسي كومبوزي. المهم باقي بزاف, ولكن اللي بغيت نشير ليه في هاد النقطة هو علاش سميناه لو باسي كومبوزي, علاش ما نسميوهش غير لو باسي بوحديتو كيف ما عندنا لو بريزون, لو فوتور, لامبارفي كلمة وحدة, ومجينا الباسي قلنا لو باسي كومبوزي. دونك شنو كتعني داك كومبوزي؟ لاحظوا معايا كومبوزي بالعربية هو مركب, مركب. اذا الماضي المركب. والسؤال ديال علاش سميناه مركب, بقاو معايا غادي نجبدها في واحد الفقرة, يعني حتى نوصل لواحد الفقرة اللي غادي نشرح فيها واحد المعلومة, ومن ثم غادي تعرفوا علاش سميناه لو باسي كومبوزي يعني مركب. ثاني حاجة غادي نهضروا عليها هي لوتيليزاسيون دو باسي كومبوزي, يعني استعمال, فوقاش كنستعملوا لو باسي كومبوزي. عقلوا معايا, اول حاجة on utilise le passé composé pour raconter un fait dans le passé. نعاود. Donc on utilise le passé composé pour raconter un fait en passé. يعني باش نعاودو او لا باش نحكيو على واحد le fait هو الحدث, على واحد الحدث وقع في الباسي. هذه اول حاجه. ثاني حاجه كيتميز بها لو باسي كومبوزي هي ملي كتكون لاكسيون اي نورمالمون تيرميني, يعني واحد الحدث وقع وسالا في الماضي, يعني كنحتاجوه ملي كيكون واحد الحدث اللي هو قصير وسريع ومنتهي في الماضي. دونك تفهمنا, كنتمنى تكونوا فهمتوا دابا لو باسي كومبوزي فوقاش كنستعملو. نعاود, اول حاجه بور راكونتي ان في dans le passé, donc حدث وقع ديجا في الماضي, وهذاك الحدث يكون شنو المميزات ديالو؟ سالا, دونك حدث داز وسالا. ثاني حاجه قصير, داكور كور, لو في دونك ديك لاكسيون كورت. ثالث حاجه سريع ومنتهي في الماضي. عقلوا عليه. ثاني حاجه كنستعملوا فيها لو باسي كومبوزي هما كاينين كيتسموا دي مو كلي, يعني كلمات مفتاحيه, يعني اون فوا تشوف هذوك الكلمات في دوك الجمل اوتوماتيكمون غتفكر انك خاصك تصرف لو فيغ في الباسي كومبوزي. مثلا الا شفت في شي فراز اير, دونك مثلا اير, شنو هي اير؟ هو الامس, يعني البارح. دونك اون فوا في شي جمله نشوف اير غادي نصرف اوتوماتيكمون لو فيرب في الباسي كومبوز, يعني الماضي. يعني اون فوا اير غادي نهضر لك على واحد الحدث اللي درتو البارح, يعني الماضي. او لما مثلا سمعتي افون اير, دونك قبل البارحه, دونك يعني ما قبل البارح. مثلا الا سمعتي واحد الكلمه ومن موراها كتجي باسي, مثلا لاني يعني العام اللي فات, لاني passé, ou la le mois passé, يعني الشهر اللي فات. كلمة واحدة أخرى إلى شفتي dernier أو la dernière, مثلا الأخيرة, يعني الدغنيغ, يعني آخر سبت داز, أو la آخر حد, أو la آخر vacances مشيت ليها. دونك شي حاجة في الماضي, أو la l'année dernière, دونك نقدر نقول العام اللي فات, او لا لو موا ديرنيي يعني الشهر اللي فات او الشهر الاخير. دونك لو موا ديرنيي, تمام. اذا كاين ديرنيير, كاين باسي الا شفت اير, داكور اير افون تيير. كاين واحدة اخرى مثلا الا شتي هي كتحب دائما كتكتب دائما في الاول الكلمه او, مثلا هاد او. اذا اون من موراها كيجي
سنة مثلا أن 2000 مثلا 2000 أو لا أن 2012 فهمنا إذا في ما تشوفوا هاد أن عرفوا هاد غادي يهضرنا على واحد لاكسيون اللي فاتت يعني يعني لو فيرب غادي نصرفو في الباسي كومبوزي هادو معايا حاجة أخرى إلا شفتوا في الجملة إليا إليا دونك إليا 3 أن إليا 3 جور مثلا إليا 3 جور بالعربية ديالنا كنقولوا من هذه 3 ايام اولا هذه 3 ايام وقعت لي شي حاجه دونك غنهضر لك على شي حاجه في لو باسي دونك il y a 3 jours اولا il y a 2 semaines دونك une fois que tu vois il y a automatiquement فكر انك تصرف لو فيرب في الباسي كومبوزي دونك شفنا l'utilisation ديال لو باسي كومبوزي يعني فوقاش كنستعملوه ملي نشوف لاكسيون يعني دارت في الماضي اولا مي نشوف هاد لي مو كلي داكوغ نشوفو دابا القاعده ديال الباسي كومبوزي عندي واحد لو فيرب بغيت نصرفو في الباسي كومبوزي طبعا في هاد الفيديو غادي نطرقو غير لي فيرب دو بروميير جروب يعني اللي كيساليو ب او ار غادي نشوفوهم كيفاش نصرفوهم في الباسي كومبوزي القاعده كتقول بور كونجيغي ان فيرب دو بروميير جروب او باسي كومبوزي Donc la qaïda katqoul être ou bien avoir. Donc kenchdo être ou bien avoir au présent plus le PP. Donc had le PP houa. Peloula participe. Aklo ou petania passé. Nchrah likom el qaïda. يعني كنشدو هاد اتر او لا افوار في البريزون دونك ضروري خاصك تكون عارف اتر او افوار في البريزون اللي ما عارفهاش انا نكتبها لكم دابا دونك بالنسبه لاتر جو سوي توي ايلي نو سوم فوز ات ايل سون او بيان ايل سون بالنسبة لأفوار جي تو يا إلا نو زافو فو زافي إل زون أو بيان إل زون واحد الملاحظة بالنسبة اللي كيتغلط ليهم إخ و أفوار دونك عقلوا على واحد الغادي على واحد القاعدة بالنسبة لأفوار كتبدا في أ فلي تيرمينيزون ديالهم كاملين أ سوف إل أفيك إس دونك عندي أ قلت لكم اكسبسيون هي ايل افيك اس او بيان ايل افيك اس عندها او دونك عقلو كاين بزاف كيتغلطوا لهم افوار و اتر في البريزون افوار دونك كاملين ا نكملوا القاعده ديالنا بالشرح قلنا اتر او لا افوار في البريزون اللي هي هذه بلس لو بارتيسيپ باسي دونك غيبقى عندنا مشكل ديال هاد لو بارتيسيپ باسي لي اول مره غنشوفوه وما غاديش نعرفوه دونك البارتيسيپ باسي بالعربيه هو المفعول به عقلو هو المفعول به تفهمنا ساهله عندي فيرب في البروميير جروب ونسولكم شنو هو لو فيرب بروميير جروب دونك كنتمنى تكونوا عارفين باش يمكن لكم تبقاو غاديين معايا في نفس النيفو او في نفس الخط دونك قلنا لي فيرب دو بروميير جروب كي سو تيرمين افيك او ار دونك اي فيرب كيسالي ب او ار فهو فيرب دو بروميير جروب سوف كاينين دي زيكسيبسيون يعني كاينين استثناءات وديجا هضرت في هذا الموضوع في السلسله ديال تعلم لا كونجيغيزون من الصفر رجعوا شاهدوا الفيديوهات عاد كملوا معايا دونك قلنا لو بارتيسيپ باسي ديال لو فيرب دونك انا دونك السؤال اللي غيبقى لو فيرب كيفاش يمكن نخرجوا منه الباسي بارتيسيپ باردون لو بارتيسيپ باسي دونك غنقول لك فيما تشوف شي فيرب فيه او ار حيد لي داك او ار وشنو غادي تزيد ليه او اكسون صافي كنكون صرفت لو فيرب في الباسي كومبوزي ترانكيلمون غنشد افوار او لا اتر في البريزون غنكون ديجا حافظها ونزيد عليها داك لو فيرب اللي عنده او ار غادي نحيد او ار وندير او اكسون السؤال اللي كيبقى اللي هو مهم ا استاذه فوقاش غنديرو ما حنا باش غنعرفو واش غنخدمو باتر
اولا غنخدموا بافوار وهنا الفقره المواليه بعدا قبل ما ننسى عقلتوا ملي قلت لكم علاش سميناه كومبوزي وخليت السؤال مفتوح قلت لكم عاد غادي نطرق ليه في واحد الفقره فهو هذا علاش سميناه كومبوزي مركب حيت فيه جوج لاحظ معايا اتر او لا افوار وعاد لو بارتيسيب باسي بالنسبه للبريزون او للفوتور او لامبارفي فالقاعده ديالو اننا كنحيدو داك التيرمينيزو ونزيدو لي تيرمينيزون ديال بريزون باسي لو فوتور اي لامبارفي ولكن هاد الباسي كومبوزي سميناه قلت لكم مركب حيت فيه جوج ضروري يا اتر او لا افوار في البريزون وكدير حداه لو بارتيسيب باسي اللي هو الفعل تفهمنا نرجعوا للسؤال ديالنا هو عندي هيا عندي جمله قال لك صرفوها في الباسي كومبوزي عندي لو فير باش غنعرف واش غنخدموا باتر اولا غنخدموا بافوار هادي غادي نشوفوها دابا غادي نبداو بلا فير باللي كيتصرفوا مع اتر اللي كيتصرفوا مع هاد الاتر هذا دونك افوار و اتر كيف ما كتعرفوا دي زوكسيليير يعني افعال مساعده دي زوكسيليير يعني ثانويين كيكونوا قبل من لو فير دونك لاحظوا معايا غادي نبداو باتر شنو هما الافعال اللي كيتصرفوا مع اتر اول حاجه لي فيرب برونومينو دونك عقلوا غنخدموا اتر دابا لي فيرب برونومينو شنو هما لي فيرب برونومينو هي اللي كتكون عندها ديك سو مثلا سو بلاندر لاحظتوا سو بلاندر مثلا سو عاد لو فيرب هذا كيتسمى فيرب برونومينال دونك في ما شفتوا لو فيرب برونومينال فا اوتوماتيكمون صرفوه مع اتر تفهمنا هذا الشرط الاول الشرط الثاني عندي 14 فيرب دونك 14 فيرب اللي كيتصرفوا مع اتر عندي 14 الفيرب دونك هنا ندير هنا بلوس حيت اللي كيتصرف مع اتر هما لا فيرب برونومينو بلوس 14 الفيرب غنشوفوا دابا هاد 14 الفيرب شكون هما لاحظوا معايا و اللي كيميز هاد اللي كيميز ميز هاد لي 14 فيرب هي كل فيرب كاين الضد ديالو تفهمنا كاين كل فيرب كاين الضد ديالو من غير واحد جوجه كيبقاو ما عندهم حتى علاقه ببعضياتهم نبداو لو بروميي فيرب كاين الي 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 سي ان فيرب كي سكونجيك افيك لوكسيليار اتر و لو كونترير او لا الضد ديال الي هو فينير دونك الي هو غنمشي فينير هي غنرجع لاحظوا معايا دونك ها هما جوج ثالثيام فيرب بارتير هو غادر لو كونترير ديالو او لا الضد ديالو هو اريفي دونك اريفي سورتير كاين لو فيرب سورتير يعني خرج لو كونترير ديالو هو انتري دخل لاحظوا معايا نعاود هاد لي فيرب هادو هما سو سون 14 فيرب لي كيتصرفوا مع لوكسيليير اتر دونك كاين مونتي هو طلع يعني صعيدة و الكونتخير ديالو هو ديسوندغ كاين باسي عاوتاني كاين روتورني دونك كاين كذلك لو فيرب ناتر دونك ناتر هو تزاد و لو كونتخير ديالو هو مورير لو فيرب لي كيبقاو كي سون با اوبوزي دونك كاينين جوج الافعال كيبقاو ماشي متضادين لي هما غيستي اي تومبي دونك كاينين غيستي كاين لو فيرب غيستي اي لو فيرب تومبي دونك لاحظوا معايا قلنا لي فيرب كي سو كونجيك افيك لوكسيليير اتر هما لي فيرب برونومينو دونك لي عندو سو بلس فيرب بلس 14 فيرب دونك هاد 14 فيرب حفظوهم ما كاينش شي حاجه
من غيرهم. حفظوا هاد 14 الفيرب دونك باش تعقلوا عليهم بدغيا. هما سو سون دي زوبوزي اولا كوم سو سون دي زوبوزي يعني متضادين مع بعضياتهم. الي فونير بارتير اريفي سورتير اونتري مونتي ديسونتر باسي روتورني نيتر مورير اي ريستي طومبي. دونك تفهمنا بالنسبه لافوار. دونك اي فيرب من غير هادو غادي نصرفوهم بافوار. نعاود اي فيرب من غير لي فيرب برونومينو وهاد 14 فيرب اي فيرب صادفتوه صرفوه مع افوار ما يكونش داخل في هاد لا ليست. صافي كنكونوا سالينا سالينا القاعده اولا الغاغل ديال باسي كومبوزي بالشرح. دونك اخر فقره غتبقى نشوفوا دي زيكزامبل باش نفهموا اكثر. دونك لاحظوا معايا هاد لي زيكزامبل اللي درتهم على شكل اكزيرسيس باش نفهموا باش نعرفوا نفهموا كيفاش نخدم باش نوريكم كيفاش نصرفوا اي فيرب في الباسي كومبوزي شنو هما المراحل باش غادي نبدا وباش غادي نسالي. دونك لاحظوا معايا ها هما عندي دي فراز اللي فيهم الفيرب اونتر بارونتيز الانفينيتيف يعني ما مصرفينش وحنا خصنا نطلبوا منا اننا نصرفوهم في الباسي كومبوزي. كاين جوج الحالات يطلب منك انك تصرف لو فيرب في الباسي كومبوزي او لا غيقول لك صرف بلا ما يحدد لك لو طون. وهنا خاصنا نعقلوا خاصنا نفكروا اوتوماتيكمون في لي مو كلي اللي هضرت لكم عليه. دونك هذوك الكلمات المفتاحيه اللي قلت لكم فيما تشوفوها في الجمله عرفوا بلي الجمله خاصها تتصرف او لو فيرب خاصو يتصرف في الباسي كومبوزي. دونك شوفوا معايا الجمله الاولى دونك لا فراز الاولى نورا سي لو فيرب اريفي افون تيير. دونك لاحظوا معايا ديجا شفنا هاد افونتيير يعني والبارح يعني قبل البارحه. دونك هذا كيتسمى دونك هادي كتسمى موكلي يعني كلمه مفتاحيه اللي غتبين لك ان هاد لو فيرب هاد لا فراز اولا هاد لو فيرب خاصو يتصرف في الباسي كومبوزي. دونك عندي نورا. دونك نورا هي بنت اللي غائبه ما معاياش. دونك غادي دونك البرونو بيرسونال هو ال. تفهمنا ال لو فيرب اريفي. دونك ثاني حاجه غادي نشوفها واش هاد لو فيرب اريفي غنصرفو مع افوار اولا مع اتر. دونك حنا عارفين هاد لو فيرب اريفي فهو من بين دوك 14 الفيرب غادي تصرف مع اتر. تري بيان. دونك ملي نكونو وصلنا لهاد المرحله فدرنا النص ديال الخدمه. دونك نورا اي دونك الي الي لقنا لو فيرب. لاحظوا معايا غنعاود نكتبو هنا لو فيرب سي arriver. قلنا خصنا نكتبوا لولو نكتبوا له لو بارتيسيپ باسي ديالو. قلنا اون ليف هاد او ار دونك نحيدو هاد او ار و اون اجوت او اكسون دونك arriver. لحد الساعه انا خدمت ولكن ما صحيحاش نوعا ما. ردوا معايا بواحد المعلومه نسيت ما قلتها لكمش ان لو فيرب ملي كنصرفوه في اتر ملي كنصرفوه مع اتر اتر بالخصوص فانا كندير لاكورد. دونك لاكورد هذه واحد الحاجه جديده عليكم. هي لاكورد هي مثلا ملي كتكون عندي بنت يعني مؤنثه او اي حاجه مؤنثه فانا غنزيد او ولا عندي البلوريال اللي هو الجمع فانا غنزيد اس. عقلوا عليها كنتمنى تكونوا فهمتوني. لاحظوا معايا عندي ال نورا. نورا هي بنت فانا لو فيرب ملي كنصرفو مع اتر كنزيد ليه او. كنتمنى من قلبي تكونوا فهمتوا حيت نسيت هاد الفقره هاد المعلومة ما دخلتهاش لكم في الدرس. على اي كنتمنى تكونوا فهمتوها. لاحظوا معايا لا فراز الثانية tu le verbe passer par l'école. دونك هنا غيكونوا طلبوا منك بالتأكيد انك تصرفوا يعني حدد لك الزمن صرفوا في الباسي كومبوزي. دونك عندي لو فيرب نحطوه هنا باش ما ننساش سي لو فيرب باسي ونمسحو. لاحظوا معايا دونك tu تاني حاجة نشوف هاد الفيرب باسي واش غيكون مع افوار ولا مع اتر. طبعا مع اتر حيت هو هاد باسي داخل هاديك لا ليست ديال 14 الفيرب اللي كيتصرفو مع اتر. دونك توي وهاديك باسي قلنا غنكتبوها غادي نحيدو لها او ار وغادي نزيدو او اكسون. لا تخوازيام فراز إيل سي لو فيرب رونتخي دون لا كلاس إيليا 5 مينوت. ردو البال لإيليا. دونك قلنا هاد إليا من ديك لي مو كلي لي مي كنشوفوها كنعرفو بلي هاد لا فراز في الباسي كومبوزي وهاد لو فيرب خاصو يتصرف في الباسي كومبوزي. دونك عندي لو فيرب رونتخي. رونتخي كذلك من لي فيرب لي كاينين في داك لا ليست ديال 14 فيرب. دونك غادي يتصرف مع افوار. دونك
pardon, ma être. Donc, il est rentré. Je n'aurai dit de faire le E accent. Un haïd had ER. Ou on dit E accent place. Donc, Adil, le verbe arriver hier soir. Là, tu m'as hier soir. يعني hier البارح soir مساء اذا هذا مو كلي اللي كيبين لي ان لو فيرب خاصني نصرفو في الباسي كومبوزي دونك عندي لو فيرب اريفي كذلك نفس لو فيرب دونك عادل اي على حساب il il est arrivé نحيد er ونزيد e accent نشوفو لا فراز اللي موراها نو لو فيرب مونتي les escaliers donc حنا طلعنا في الدروج مونتي كذلك الى بقيتو عاقلين فتا هو داخل في لا ليست ديال داك 14 فيرب اللي كيتصرفوا مع اتر دونك نو سوم عقلو نو سوم مونتي او اكسون ونحبس هنا غيكون جواب خاطئ علاش قلنا من الفيرب يتصرف لنا في مع اتر دونك لاحظوا معايا نو نو نحن اذا جمع والجمع شنو كنزيدو اس دونك هاد مونتي غنزيدو لها اس هنا تفهمنا لاحظوا معايا فو لو فيرب غيستي دو سيمين ا مراكش يعني لاحظوا معايا ملي قلت لكم هاد دو سيمين يعني نتوما جلستو جوج سيمانات في مراكش اذا فهو سي ان طون دو باسي يعني زمن الماضي دونك فو فو زيت علاش قلنا ات حيت قلنا عندنا لو فيرب غيستي حتى هو من داك لا ليست ديال 14 فيرب فو زيت غيستي دونك لاحظوا معايا غيستي ونزيد اس علاش حيت عندي فو يعني فو انتو بلوريال جمع غنزيدو اس البارتيسيب باسي كنزيد اس مي كيكون في البلوريال يعني في الجمع وكنزيد او اكسون مي كيكون فيمينا مؤنث اخر جمله ندى لو فيرب روتورني à la maison à midi لاحظوا معايا à midi يعني دخلت للدار مع 12 روتورني او لا رجعت دونك رجعت للدار مع 12 دونك هذا ا اذا سي ان طون دو باسي دونك ندى روتورني حتى هو لو فيرب من داك لا ليست ديال 14 فيرب اللي كيتصرفوا مع اتر دونك ندى ال دونك ال اي روتورني شنو غنزيدو في الاخر E accent E علاش هاد E accent ديال participe passé و هاد E ديال الفيمينين لاكور هذا كيتسمى لاكور يعني ملي نشوف فيرب كيتصرف مع être كنزيد E في الفيمينين وكنزيد S في البلوريال و الا كان عندي فيمينين بلوريال مجموعين يعني عندي بنات وجمع يعني غنزيد هذيك كنديروا داك E accent ديال participe passé ونزيد ليها E ديال فيمينين ونزيد ليها S ديال بلوريال دونك هاد العملية كتسمى لاكور عقلو لاكور دونك هكا كتكتب كتبها لكم غتكون آخر حاجة لاحظوا معايا لاكور لي ما فهمش شي حاجة يخليها لي في التعليق وخا نعرف نعاود الفيديو ما عنديش حتى مشكل نزيد نفهمكم الى جاكم صعيب المهم حاولت ما امكن نبسط لكم الامور دونك هذا هو كيفاش كنصرفوا لو فيغ في الباسي كومبوزي بالنسبه لو فيغ ديال بروميي جروب باقي غنديروا دوزيام جروب وتروازيام جروب فيديوهات مقبله ان شاء الله ما تنساونيش بلا لايك وتعاليق ديالكم كيف ديما تلاقوا فيديوهات مقبله ان شاء الله دمتم على خير